امبارح كمان تم الإعلان رسميا عن بطولة كأس السوبر المصري لأندية الأبطال اللي هتكون في الفترة من 4 ل 7 أكتوبر القادم، اللي هتكون في إمارة أبو ظبي بمدينة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي. النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال اللي هيتم الإعلان عن باقي تفاصيلها في وقت قريب جدا، لكنها من المؤكد ان هيكون اطرافها بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطه، بالاضافه للفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنه المنظمه. يعني تقدر تقول ان الاطراف الاربعه هيكون منهم بشكل كبير جدا اهلي وبيراميدز او الزمالك، واكيد بطل كاس الرابطه سواء نادي طلائع الجيش او نادي سيراميكا كليوباترا اللي لسه ما تمش حسمه. وده معناه ان البطوله اكيد هتكون اقوى من النسخه اللي فاتت طبعا برعايه الشركه المتحده للرياضه. خلينا نتابع ونشوف نهايه الموسم الكروي مين الاطراف الاربعه اللي هيكونوا متواجدين وهيشاركوا في البطوله.